السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. انا راني صافا الحمد لله. جيسبر انتم تانا تكونوا بيان. اليوم جبت لكم غوسيط تاع لي بينيه، يعني شكون ما يحبش لي بينيه، كي الكبار كي الصغار. دونك نبداو ان شاء الله مع لي زانغغيديون. عندنا 400 غرام تاع فارينه، 400 غرام فارينه، مغرف تاع فاني وشكاره تاع لي فيغ شيميك. عندنا زوج مغارف زيت، 40 غرام تاع زبده اللي هي 40 غرام زبده، 40 غرام سكر، 8 غرامات خميره، كاس غير ربع حليب دافي، حبه بيض، وعندنا زوج صفار بيض. وانا حنعمرهم بالنوتيلا وبلا كونفيتور فريز، يعني نتوما تقدروا تعمروهم بواش حبيتوا لداخل، بواش يعني متواجد عندكم في البيت. دونك هنايا البنات نبداو ان شاء الله. عندي كاس حليب ديالي اللي راهو دافي، نجيب الخميره ديالي نديرها فيه ونخلطها، ولازم نخلوها أمه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق، وإذا كان يعني الحال سخون باش تتفاعلنا الخميرة تاعنا ونبداو نخدمه. دونك هنايا البنات راكم تشوفوا كيما طلعت الخميرة تاعي، نفرخها هي الأولى، نهبط كاع واش كاين تحتها كيما راكم تشوفوا، نزيد فوقها زوج مغارف زيت كيما قلت لكم، الزبدة والسكر ديالي، نزيد هادوك صفار بيض، زوج صفار بيض، يعني حاجة اللي مليحة سيك نديرو كلش على خطرة، حبة بيض وما نكسروش راسنا كما راكم تشوفوا، ونخلطوا هنايا. حتى نشوفوا هذاك الخليط تخلط بيان، نزيدو مغرف تاع لافاني، لا ليفور شيميك، ونزيدو لا فارين كما راكم تشوفوا، نزيدوها على خطر 400 غرام ونخلطوا هنا. يعني تقدروا تستعملوا يديكم ولا تستعملوا الفوي كما تحبوا، يعني ماشي مشكل، يعني ما تسحق عجين ما تسحق والو. كما راكم تشوفوا هنايا راني نحيت لو فوي وبديت نخدم بيدي هكذا، يسوفي برك نخلطوا نشوفوا بلي كلش تخلط، نخلطنا بيان، نضربو هكذا شوية هكذا وخلاص، نخلوها تخمر. لازم تخمر أموا ساعة حتى لساعة ونص، نشوفوها دوبلات الفوليوم تاعها. كما قلت لكم كي يكون الحال سخون يعني تخمر لنا بالخف، ونولي معاكم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا البنات جبت الفيم أليمونتيغ، نغطيها هكذايا، مع حنا الحال راهو عندنا سخون يعني على بالي بلي تخمر لي بالخف هكذايا، ونزيد لها طرشه من الفوق. كما قلت لكم البنات نزيد لها طرشه هكذا ونغطيها ونحطها في مكان يكون سخون، وانا كما قلت لكم راهي سخانه عندنا، دونك نخليها هنا في الكوزينه تخمر لي ان شاء الله ونولي معاكم. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما خمرت لي ما شاء الله طلعت بيان. نجيبو شويه فرينه نرشوها هكا من الفوق باش ما تلصقناش في اليدين، ونبداو نديكازيوها هكذايا. هنايا نحوها من البول تاعنا، نديروها فوق الطابله، نرشو لو بلون دو طرافاي تاعنا هكذا، نحو لاباط باش نكملو نخدموها فوق فوق لاطابل تاعنا بيان باش تساعدنا. هنا كما قلت لكم نبداو نخدمو لاباط تاعنا كما راكم تشوفوا، نخدموها هكذا ونبداو نحلو لاباط تاعنا، ما نحلوهمش رقاق بزاف، لازم يكون واحد 1 سنتيمتر ولا 1.50، انا نديرهم 1 سنتيمتر باش ما يجونيش بزاف خشان كما راكم تشوفوا. هنا راني كملت تحليل كاع لاباط ديالي كما راكم تشوفوا، شوفوا يعني حليتها 1 سنتيمتر، وهنا
هنا نبداو نقطعوا. انا حنستعمل هذه، تقدروا تستعملوا كاس، تقدروا تستعملوا واش عندكم في الدار. ودان كوتي ننصحكم بهذا ورق الزبده، باش كي نقطعوا البيني تاعنا نحطوه ديراكت فوقها باش ما تفسدناش الخميره كي نجيو نقليوها، وتجينا سهله. يعني نرفدوها هكا بالكاغط تاعها، نرموها ديراكت في الزيت وتجي شكل تاعها شباب. دونك نبدا هنا معاكم نقطع الحبه الاولى هكذايا، ونجيب البابي ديالي بسم الله كما راكم تشوفوا هكذايا، ونحطها بجهه نكمل حتى كي نكمل نقطع كاع لي بيني ديالي، ونولي معاكم ان شاء الله. وهنايا راني كملت قطعت كاع لي بيني ديالي كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم ديروهم هنا يساعدكم بزاف. نغطيهم ونخليهم يخمروا اما واحد سويعه ولا سويعه ونص، يعني حتى زوج سوايع على حسب كما قلت لكم لا طومبيراتور اللي عندكم. قلت لكم اليوم حنا عندنا سخانه بزاف، دونك ما نظنش يديباسيو لي واحد ساعه. وانتم كما يقول لك عندكم هي ميزانكم، اون توكا تشوفوهم كي يتنفخوا، ونولي معاكم ان شاء الله كي نجوزو نقليوهم. كما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما خمروا لي البنيه تاعي بيان، سخنت الزيت ديالي ما تسخنوش بزاف، يعني سخنوه نورمال باش يطيبوا لكم من الداخل. وجوزوا معايا نبداو نقليو ان شاء الله. شوفوا يعني كيفاش خمروا لنا ما شاء الله. نبداو ان شاء الله نحطوا هكذايا ونحو الكاغط ديالنا كما راكم تشوفوا، نرمي عليها شويه زيت من الفوق. وهنايا كما شفتوا كي طابت لي من الجهه اللي من تحت قلبتها، وهكذا تكون طابت لنا نحيوها نصفوها مليح من الزيت، نقطروها هنا كما راكم تشوفوا. يعني هاي كيفاش تخرج ما شاء الله. وهنايا كما راكم تشوفوا حباباتي راهم طابوا لي بيني تاعنا، يعني يجوا بزاف خفاف كما راكم تشوفوا. انا درت لهم نوتيلا لداخل، يجوا بزاف خفاف وبزاف بنان، يعني والله ما يشبعوا. وهذه بلا كونفيتور، يعني كما نقولوا على ضمانتي جربوهم ما تندموش ان شاء الله. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. نقولكم تهلاو في رواحكم ان شاء الله، والفيديو واحد اخر ان شاء الله. باي.